رايك في اداء الزمالك النهارده والفوز رغم ان اتاخر بهدف، انه تعادل ثم فاز النهارده بهدفين سيف الدين الجزيري؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا متعودين على نادي الزمالك ان هو بتاع المفاجآت والمفاجآت الاكثر جمالا يعني، فطبعا احنا متوقعين من الزمالك اكتر من كده، وحتى لما دخل الجون الاولاني احنا واثقين ان هو ان شاء الله هيعوض، وكان قادر فعلا ان هو يعوض وكان ممكن يسجل اكتر من كده، وده مستوى نادي الزمالك المفروض الناس كلها تعرفه يعني، فبصراحه يعني ده حاجه مشرفه، وان شاء الله باذن الله من احسن لاحسن باذن الله. بيأدي وبيلعب ودايما يعني حط الكره تحت ايه، بيدور على المكسب دايما عشان يرضي جمهوره وكده. التغييرات كويسه الى حد ما، بيغير لعيبه كبار، بينزل ناشئين، ناشئين زي اللعيبه الكبار بالظبط بينزلوا يقدوا وكده. سيف الجزائري ان شاء الله يعني هو اكتر واحد شفته النهارده لعب ومستحق ان هو يجيب هدفين، وكان ممكن يجيب التالت كمان. دوري السنه دي شايف المنافسه لحد الاخر ولا ممكن من بدري بدري تحسم؟ لا ان شاء الله الزمالك هيحسم الدوري ان شاء الله عن الاهلي الماتش ده ان شاء الله السنه دي. اداء كويس، فيريرا مدرب عظيم، ابتدى بتشكيل معين، وبعد كده في الماتش مع مجريات الماتش ابتدى ان هو يغير داخل الملعب بتغييراته، لعيبه ناشئين، سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه بشيكابالا وسيف الجزيري، ابتدى ان هو يغير جوه الملعب، فبالتالي ابتدى ان هو الماتش يتقلب في الاول وفي الاخر. كان ماتش حلو النهارده والفوز 2-1 للزمالك، وكان يعني ادائهم حلو النهارده الزمالك. الزمالك كان الحمد ربنا ان هو تقدم بهدفين بعد ما كنا احنا هدف اولاني، وكده الزمالك يعتبر اخر ماتشين يعني مستوى ده يرفع فوق شويه عن الاول، وده اللي احنا متوقعينه من الزمالك يعني، من الانديه اللي هي كبيره لازم تحافظ على المستوى يعني. رايك في اداء الاهلي النهارده؟ والله النهارده الاداء ما كانش وحش قوي، بس بالنسبه للمؤجلات مهمه قوي السنه دي، ولازم نكسبها عشان نحافظ على فرق النقاط مع الزمالك، وان شاء الله نفضل 5 نقط الفرق لغايه اخر الدوري. والله هم لعبوا كويس وكان الاداء كويس، بس في بعض الاخطاء يعني مثلا زي الشناوي بقاله فتره اخطاء مش حلوه، ماتش المنتخب، الماتش اللي فات، الماتش ده، فمحتاج ان هو يفوق شويه. وبالنسبه للكابتن سامي مدرب كويس يعني، وعمل اداء عالي يعني بالله، عمله ده كده خد اللي هو عايزه من الماتش. مش حلو قوي بس كويس، والحمد لله على المكسب، وان شاء الله هناخد الدوري، والف مبروك. وعايز اقول كلمه للكابتن سامي قمصان، يا ريت يعتمد على الناشئين عشان بعد كده هم اساس النادي الاهلي، وبعد كده عشان ياخدوا ثقات وخبرات اكتر. بص هو اداء كويس جدا، بس لازم الاهلي بيخلينا للدقيقه 90 ويقضيها يعني، او اللي هو ينهيها بمعنى صح، دي حاجه. بعد موسيماني الوضع مختلف تماما يعني، كان الاول في تكتيك في الملعب، كنا بنمسك لعب كويس، كنا مثلا بنسجل الهدف والتاني ينزل الشوط التاني، بيبقى رؤيه مختلفه تماما بالنسبه للاهلي. لكن بعد موسيماني الماتشين اللي احنا شفناهم هو 3 ماتشات ما فيش اي حل، لازم الاهلي يكون متعادل او مغلوب عشان يرجع وبروح الفانيلا زي ما احنا بنقول. لا هو ده متوسط واقل من متوسط كمان، عندنا احسن من كده بكتير، ما فيش جمله توحد ربنا اتعملت في الماتش، مش الماتش ده بس، اكتر من ماتش، من 7 ماتشات برضو. هو انا ده بتاع الاهلي متوسط، بس انا برضو في يعني في حاجه مهمه قوي، اللعيبه بتاعتنا بقى كتير جدا ما بتريحش، البطوله العربيه ما بتريحش، للامم، لافريقيا، لدوري ما بيريحوش، فكل ادائهم متوسط واقل متوسط. والله هو الاهلي كان كويس، بس احنا طبعا متعودين ان الاهلي على طول هو اللي بيفاجئنا في اخر الماتش يعني، في اخر الشوط هو اللي بيبقى المكسب بتاعنا ان شاء الله على طول، وكده كده ان شاء الله متعودين ان الدوري بتاع الاهلي على طول. لا هو الاهلي حلو دايما على فكره، خلي بالك يعني، انا قاعد اخر 6 دقائق دول وعارف انه الاهلي هيجيب جول، والله بجد انا قاعد وعارف انه الاهلي هيجيب جول. والله الاهلي كان تمام يعني، كان الماتش جميل، واحنا كده كده متعودين على الفوز، وعارفين يعني ان اللعيبه بتاعتنا رجاله لحد اخر الماتش وهيكسبونا، وطبعا محمد شريف النهارده فرحنا جدا بالجون والمكسب.